السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستكمل ما توقفنا عنده من الوحدة الثامنة بعنوان طبيعة النفس البشرية، وأنا الأستاذ أحمد الأنصاري، مدرس مادة التفسير للصف الأول متوسط. وسوف يكون درسنا من تفسير سورة الروم من الآية 33 وحتى الآية 38. تأمل في حال الناس اليوم عندما يكونون في رخاء ورفاهية، وحالهم عندما يقع عليهم بلاء وشدة، تجد مصداق ما ذكره الله تعالى في الآيات. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. موضوع الآيات: بيان حال الناس في السراء والضراء. معاني الكلمات: الكلمة ضر، معناها ما يصيب الإنسان من مرض وغيره. الكلمة سلطانا، معناها حجة وبرهان. الكلمة يقنطون، معناها ييأسون. الكلمة يقدر، معناها يضيق. يقول تعالى: وإذا مس الناس ضر، أي أصابهم شدة وبلاء من مرض أو قحط، دعوا ربهم، أي أخلصوا له الدعاء والتضرع أن يكشف عنهم الضر، منيبين إليه، أي راجعين إليه بالتوبة. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، أي عافية وخصبا. إذا فريق منهم بربهم يشركون، أي يعودون إلى الشرك فيعبدون معه غيره. ليكفروا بما آتيناهم، أي ليكفروا بما أعطيناهم من النعم ومن كشف الضر وزوال الشدائد. فتمتعوا فسوف تعلمون، أي فتنعموا بها فسوف تعلمون عاقبة كفركم. أم أنزلنا عليهم سلطانا، أي حجة وبرهانا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، فهو ينطق بصحة شركهم بالله تعالى. وإذا أذقنا الناس رحمة عافية وخصبة، فرحوا بها، يعني فرح بطر وأشر، لا فرح رضا وشكر. وإن تصبهم سيئة، أي مرض أو فقر أو بلاء، بما قدمت أيديهم، أي بسبب معاصيهم، إذا هم يقنطون، أي ييأسون من رحمة الله أن يرفع عنهم سبحانه وتعالى هذا البلاء. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ أولم يعلم هؤلاء المشركون أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء؟ إن في ذلك، أي التوسيع والتضييق، لآيات لقوم يؤمنون، فيستدلون بها على عدله وحكمته وسعة علمه. فآت ذا القربى حقه، أي فأعطي قريبك من النسب حقه من البر والصلة، مثل زيارتهم ومهاتفتهم والسؤال عنهم والإهداء إليهم وصلتهم بالمال. والمسكين، أي أعطي المسكين وهو المحتاج.
حقه من الصدقة، وابن السبيل أي واعطي ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السبيل ما يحتاجه من النفقة، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، ذلك الإعطاء خير لمن يعمل العمل يريد ما عند الله تعالى من الأجر، وأولئك هم المفلحون أي وأولئك هم الفائزون بثواب الله بالجنة والناجون من عذابه في النار. الفوائد والاستنباطات: أولا، حاجة جميع الخلق إلى الله تعالى وافتقارهم إليه وإدراكهم لذلك، ولذا يلجؤون إليه وقت الشدائد. ثانيا، جهل الإنسان الكافر وسوء أدبه مع الله تعالى حيث يشرك به في حال النعمة مع معرفته أنه المنعم عليه بذلك وأنه وحده المالك للضر والنفع في جميع الأحوال. ثالثا، الوعيد الشديد والتهديد الأكيد من رب العالمين لمن جحد نعمته وأشرك معه غيره من المخلوقين. رابعا، تحريم القنوط واليأس من رحمة الله. خامسا، الله سبحانه هو القابض والباسط والمعطي والمانع على ما اقتضته حكمته وأحاط به علمه. سادسا، وجوب صلة الرحم. سابعا، الحث على الإحسان إلى المحتاجين من المساكين والمنقطعين ابتغاء وجه الله تعالى وبيان ما أعده الله من عظيم ثواب للمحسنين. آثار سلوكية: أجعل للفقراء والمحتاجين من الأقارب وغيرهم نصيبا من مالي. التقويم: بين معاني الكلمات الآتية: رحمة، سيئة، يبسط الرزق، يقدر. الجواب: رحمة معناها عافية، سيئة معناها مرض أو فقر، يبسط الرزق معناها يوسع الرزق، يقدر أي على ما يشاء. السؤال الثاني: من خلال دراستك للآيات بيّن موقف المشركين في كل حالة من الحالات الآتية: ألف، إذا أصابهم شدة وبلاء، باء، إذا أذاقهم الله نعمة من النعم. الجواب: ألف، أخلصوا العبادة لله والدعاء أن يكشف عنهم الضر، باء، يعودون إلى الشرك فيعبدون معه غيره،